ومن الجزائر ينضم إلينا حسان جزائري مراسل الغد. حسان، ما هي الاستعدادات لجمعة اليوم؟ نعم، اليوم هي الجمعة 25 من مظاهرات الحراك الشعبي، حيث تعرف العاصمة الآن تعزيزات أمنية مشددة بعد بداية توافد العديد من المتظاهرين من مختلف المدن القريبة والبعيدة من الجزائر العاصمة، على أن تنطلق المسيرات بشكل رسمي مباشرة بعد صلاة الجمعة. ومن المنتظر أن يعبر اليوم المتظاهرون عن آرائهم تجاه أشغال هيئة الحوار والوساطة، وكذا ردة فعل تجاه من يقولون بأنهم يمثلون الحراك وفواعل في الحراك الشعبي الذين جلسوا في طاولة واحدة مع هيئة الحوار والوساطة. نعم، إذن هناك رفض من المشاركين في المظاهرات للمشاركة في هذا الحوار. نعم، لحد الآن الأصداء الأولية تقول بأن من هؤلاء الذين جلسوا في طاولة مع هيئة الحوار والوساطة يقولون بأنهم لا يمثلون الحراك، حتى من ذهب بعيدا وقال أن هؤلاء يحاولون اختراق الحراك وأن الحراك لم يقدم ممثلين عنه حتى يجلسوا في طاولة تفاوض ويتحدثوا باسم الحراك. لحد الآن هذه هي الصورة، ولحد الآن يقولون نحن لا نقبل الحوار ولا نتحاور في ظل وجود الحكومة الحالية، عليها أن ترحل حكومة بدوي تصريف، هذه حكومة تصريف الأعمال، وتنشأ حكومة توافقية لقيادة المرحلة الحالية حتى تكون الظروف ملائمة للحوار كما يقولون، وكذلك تكون مناسبة لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الرئاسيات المقبلة. حسن، ما هو رد الفعل على تصريحات رئيس الأركان للجيش الجزائري بالأمس؟ نعم، رئيس الأركان الجزائري أكد على تمسك مؤسسة الجيش بالحل الدستوري وبأن الحوار هو الحل. هنا الجميع في الجزائر متفق على الحوار أنه هو الحل، مختلف الأطياف تقول ذلك، لكن من يحاور من؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في الجزائر. آليات الحوار هناك جدل كبير قائم عليها، فيما يردد بعض المتظاهرون هنا دائما كل جمعة يؤكدون على وجوب المحافظة على الطابع المدني للدولة، فيما تؤكد قيادة الأركان أن أنها ليست لديها أي أطماح أو طموحات سياسية، بل هي هنا للتقيد بالدستور فحسب. حسن جزائري مراسل الغد من الجزائر، شكرا لك.